عم ابراهيم، اهلا بيك على اليوم السابع. يعني عاوزين نتعرف بيك ونحكي لنا بقى عن قصه كفاحك وشغلك هنا في تصليح البلاستيك المكسور وكده. يعني والله ده شغلتي، يعني ورثها على ابويا الله يرحمه، كان نفس الطريقه كان بيشتغلها برضه. اه فطبعا طلعنا بقى كنا صغيرين. هل بس شويه يا عم ابراهيم، هل بس شويه نتكلم. طلعنا احنا صغيرين كده من الشغل اللي هي فاشتغلنا فيه. انت شغال سواء احنا عندك كام سنه عم ابراهيم؟ بقول لك بتشتغل فوق. انت عندك كام سنه عم ابراهيم؟ بتشتغل فوق. انت عندك كام سنه عم ابراهيم؟ وانا عندي حوالي 11 سنه. كنت تطلع بقى مع والدك وتشتغل معاه؟ تطلع مع ابويا الله يرحمه. كنت بطلع معاه. كلمني بقى يا عم ابراهيم عن الشغلانه دي، عباره عن ايه بالظبط؟ يعني انت ايه اللي انت بتعمله بالظبط في الشغلانه بتاعتك؟ لمؤاخذه لزم، شبكه بتتلحم، جرادل، اطباق زي ما انت شايف كده. بلد. والحمد لله ربنا بيصحى. شغلك بقى كل قد ايه يا عم ابراهيم بقى؟ يعني انت بتخرج كل امتى، ولا يوميا، ولا انت ايام معينه في السوق، ولا ايه؟ ثلاث والجمعه والسبت بروح عند سمتين بلد جنب السوق كده. يعني انتوا الست ثلاث وجمعه هنا في سوق سعد زغلول هنا؟ ثلاث وجمعه هنا. والسبت في سوق كتور. السبت في سوق كتور. والحمد لله ماشي الحال. هنعمل ايه؟ الحمد لله. قول لي بقى يا عم ابراهيم، عندك اولاد ولا؟ عندي. عمرهم قد ايه؟ عندي نجوى متجوزه بس مش قاعده معايا. واحمد قاعد معايا وحبيبه. احمد عنده 23 سنه وحبيبه في ثالثه اعدادي. بس انت معيشتك كلها وحياتك كلها من الشغلانه دي يا عم ابراهيم؟ بالشغلانه دي. يعني قول مثلا كده ربنا بيقول مثلا في كده بتاع 50 60 جنيه. وبتروح مرضي الحمد لله. هو ثلاث الجمعه بس. ثلاث الجمعه والشقه. بتيجي من السكن باين يا عم ابراهيم بقى في السوق هنا؟ ممكن اجي الساعة 6 ونص 7 عشان ابقى في لوكال. قلت له يا عم ابراهيم تيجي من الساعة كام للساعة كام بقى؟ باجي مثلا من 6 الصبح كده الساعة 6 الصبح. قلت له بقى يا عم ابراهيم انت بتيجي من الساعة من 6 الصبح هنا؟ من 6 الصبح لحد مثلا الساعة 12 كده. كل وبعد من 6 الصبح لحد الساعة 12 يا عم ابراهيم. انت اصلا من محل عم ابراهيم ولا منين؟ من ايه؟ بس يا بنت معروف انت بقى يا عم ابراهيم في المنطقه هنا مشهور. انت هنا في السوق. انت مثلا كنت بتشتغل كل يوم ولا انت في الحساب يعني، ولا انت بتشتغل كل يوم؟ لكن دلوقتي بقيت على السوق، يعني على السوق بس. بتلحم بقى بايه يا عم ابراهيم بقى؟ بتلحم بايه بقى؟ مش كل في حاجه ب 2 جنيه، في حاجه ب 3 جنيه. يا ابراهيم ايوه هجيب لك الفرده اللي في الضهر. بتستخدم ايه يا عم ابراهيم في اللحام بقى؟ اللحام ده لما انت بتصور ولا؟ بصور معاك. صلى الله عليه وسلم. مثلا دي في صبع اهو. شوف زي البت دي مقطوط، بقطع الصبع ده اصلح منه. تمام. الصبع ده بجيب الكل مظبوطه من ضمك السبعتين ب 100 جنيه. عشان اشتغل بالاطباق دي. واخد بالك؟ الفيلاك دي عباره عن ايه بقى؟ البتاع دي السكينه دي ولا ايه دي؟ ولا اسمها مكوه لحام. مكوه لحام. هي زي السكينه. بس دي في ميلتنا احنا بنوجه الحداد اللي بيبقى عاملين له مكوه بلاستيك. يعمل لك دي يروح عامل دي. طبعا لازم، طبعا شغلك لازم يعتمد على الباجور طبعا. باجور الجاز. باجور الجاز. بتصورها؟ هيطلع في التاريخ. بس انت يا عم ابراهيم، انت عندك كام سنه يا عم ابراهيم بقى دلوقتي؟ انا حاليا عندي 57. وشغال في المنيا دي، انت عندك 10 سنه. عندي 57 وشغال جوا، عندي بتاع 15 سنه. كده في شغلتك؟ Beep, 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 beep.
ايه؟